بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. ده بارت نمبر 2 في الفاينل ريفيجن لجريد 4. أتمنى أن أنتوا تركزوا معايا علشان البارت ده فيه أسئلة مهمة جدا. في البارت ده إحنا بنتكلم على أسئلة كومبليت، والكومبليت هو من الأسئلة المهمة اللي بتيجي دايما في الامتحانات. وتعالوا ناخد أهم الأسئلة. طبعا الأسئلة كلها مهمة، ولكن دي أسئلة في غاية الأهمية. أول سؤال بيقول لي the prism، واحنا عارفين ان البريزم ده هو حاجة بتقسم لي الضوء، بتعمل separation for light. The prism separate light into seven spectrum colors. واحنا يعني هو جايب لي هنا the prism separate light into او sunlight into ايه؟ into seven spectrum colors. ده سؤال لازم تكون عارف اجابته. انتوا عارفين ال seven spectrum colors اللي هم ايه؟ اللي هم red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. دولت ال 7 spectrum colors. طيب لو جه قال لي في الامتحان red green blue light او red plus green plus blue، ده يديني ايه؟ ده يديني ال white light. ودي ده سؤال مهم جدا، ان انتوا لازم تكونوا عارفين ان ال red مع ال green مع ال blue يديني ايه؟ يديني ال يديني ال white light. سؤال مهم تاني بيقول light او سوري like poles بيحصل لها ايه؟ rebel. اما ال dislike poles attract. احنا عارفين ان ال like poles اللي هو النورث مع النورث مثلا دوت يحصل لهم rebel، اما النورث مع الساوث يديني ايه؟ attract او ينجذبوا لبعض. طيب تعالوا ناخد سؤال تاني، وهو سؤال مهم. The magnet poles، البول بتاع الماجنت، that always refer to north direction is called. لو انا علقت ماجنت، الماجنت ده هياخد النورث ساوث دايركشن. طب اللي مشاور للنورث هيبقى ايه؟ هيبقى نورث. طب اللي مشاور على الساوث يبقى ساوث. يبقى سؤال بسيط جدا، يبقى magnetic pool او magnet pool that always refer to north is called north. The north pool. طيب the basic idea of making electric generator is the changing of into a. طيب كلمة electric generator معناها dynamo، يعني electric generator اللي هو الايه؟ الدينامو. طب هو الدينامو ده كان بيعمل ايه؟ كان بيحول الكينيتيك انرجي into electric energy. يبقى اي electric generator او دينامو convert الكينيتيك انرجي into electric energy. عندنا سؤال تاني، وهو بيقول ان سايب لي سبيس وبيقول لي is considered general solvent او common solvent. مين الcommon solvent؟ الووتر. because of the ability of dissolve most material. it can dissolve most material. دي اسمها الووتر. الووتر is a common solvent. طيب عندنا سؤال تاني، وهو interaction between cat and rat is considered as a الكات والرات. يبقى دي بريديشن. الكات والرات يبقوا ايه؟ يبقوا بريديشن. طب لو جينا شفنا سؤال تاني زي الفود ريليشنشيب. طبعا انا باخد اهم اسئلة اللي انت لازم تكون عارفها. في اسئلة تانية ممكن تبقى تقراها وتشوف اجاباتها مش هتلاقي مشكله خالص فيها، ولكن دي اهم اسئله. food relationship in which both organisms benefit from each other. الاثنين بيستفيدوا من بعض. فده اسمه ميتيواليزم. الميتيواليزم اللي احنا اتكلمنا عنه ان هو الاثنين بيستفيدوا من بعض، فده الميتيواليزم. في نوع من انواع البالانس بيحصل among يعني خلال ال components of ecosystem، ده اسمه environmental balance. ال environmental balance بيحصل ما بين المكونات بتاعت ال ecosystem او النظام البيئي، اسمها environmental balance. number 32 اجابته environmental balance. وده سؤال مهم جدا. طيب تعالوا ندخل على اسئلة ال true or false، وتعالوا نفكر كده مع بعض. انا هسيب لكم
البيج دي كده قدامكم لمدة دقيقة، وحاولوا تحلوا لي الست ترو اور فولس دول، ونراجع اجاباتهم مع بعض. الاسئله قدامك اهي، ابتدي كده لو عاوز توقف الفيديو او تسيبه شغال واقرا الاسئله وحط لي نمبر 1 ترو اور فولس و2 حاول تحل كده ونشوف هتعرف تحلهم ولا. وقف الفيديو ويبقى شغاله تاني عشان ابدا حل. طيب تعالوا نحل مع بعض. اول سؤال لو ما كملتش حاول ان انت تحل معايا. نمبر 1 بيقول لي اوبجكت شادو از فورم بيكوز لايت ترافل ان كيرفد لاين. هل اللايت بيمشي في كيرفد لاين؟ لا طبعا بيمشي في ستريت لاين. يبقى اول واحده اول واحده فولس، لان اللايت ده بيمشي في ستريت لاين مش كيرفد لاين. طيب the moon seems luminous. luminous يعني بيلمع او shiny because it reflects sunlight. طبعا المون reflect sunlight. the picture formed in mirror. السؤال ده مهم بقى. هل انت لما بتقف قدام الميرور قدام المراية بتلاقي صورتك مقلوبة ولا upright يعني عدلة؟ لا بلاقي صورتي upright، يبقى الاجابة دي false مش inverted. لو شال الميرور وقال لي formed through narrow hole تبقى هنا inverted، انما الميرور العاديه خالص بتبقى مش inverted، بتبقى upright. طيب when the white light streak red rose it reflect white light. لما النور يخبط red rose هل هيعكس الوايت ولا هيعكس الريد؟ هيعمل reflect للريد، هيعكس reflect الريد، يبقى اجابه السؤال ده برضه false. it will reflect red light. An object seems white since it reflects all color which the white light is made of. Yes, دي إجابة صح، لأن هو بيبان وايت ليه؟ لأنه بيعمل reflect to all colors. Number 6 الأخيرة. If you look at yellow banana through green glass it seems black. Yes, it will seem black. لأن أنا علشان أبص على yellow banana لازم أبص عليها من yellow أو من أو من colorless أو من ترانسبيرنت يعني. أما لو بصيت عليها من جرين مثلا أو بلو أو كده ده هيبان بلاك. طبعا الأسئلة دي أنا عارف إن هي يعني تقيلة شوية، ولكن اللي يعرف يحل منها على الأقل 2 ولا 3 يبقى شاطر يعني، واللي يحلهم كلهم يبقى ما شاء الله عليه شاطر جدا. طب تعالوا ناخد شوية أسئلة تاني. يلا حلوا لي كده من 7 لحد 14. يعني الأسئلة قدامكم اهي من 7 لحد 14. أنا برضو وقفوا الفيديو وحل ونحل مع بعض. يلا ابتدوا كده 7 هتبقى وال8 هتبقى وهكذا. وقف الفيديو وحل. طيب المفروض ان انتوا تكونوا حليتوا الاسئله، لو ما حليتش وقف الفيديو وارجع كمل تاني الفيديو. طيب نمبر 7 يلو بيربل اند بلو ار برايمري. هل اليلو والبيربل والبلو دول برايمري؟ لا طبعا دول البلو ده مش اليلو والبيربل دول مش برايمري، ده الريد والجرين والبلو هما البرايمري. يبقى اول واحده اول واحده فولس. طيب تاني واحده red green blue primary. طبعا الريد والجرين والبلو دول primary color. natural magnet is one of iron ores اللي هو الماجنتايت. yes طبعا ده ماجنتايت، احنا خدنا ده في اول الدرس بتاع الماجنت. طيب the magnetic field is the space around the magnet where the magnetic force appear. ده scientific term معروف جدا، وده من الاسئله المهمه. طيب like poles repel and dislike attract. yes like poles repel and dislike attract. electromagnet consists of iron bar and coil. طيب هو هنا علشان تقول ان ده electromagnet لازم يكون فيه 3 حاجات، ما ينفعش حاجتين بس حتى لو ما كتبلكش only. ما ينفعش اصلا يكون فيه iron bar وكويل
من غير باتري، لازم يكون فيه باتري. يبقى ده اساس الالكتروماجنت. يبقى الكتروماجنت كونسيست اوف ايرن بار اند كويل، لازم يقول لي اند باتري، يبقى الاجابه فولس. ديفليكشن اوف اميتر، ده سؤال ملغي، ماشي مالناش دعوه بيه. نمبر 14، الومنيوم جيتس اتراكتد تو ذا ماجنت، نو فولس. الالومنيوم ده نون ماجنتيك ماتيريال، ممكن الايرن هو اللي جيت اتراكتد تو ذا ماجنت. يبقى دي الاجابات، حاولوا ان انتوا تصححوا لنفسكم. طيب في مجموعه بقى تانية من الترو اور فولس، حاولوا ان انتوا تقعدوا تحلوها. تعالوا اقول لكم على مجموعه من التشوز. طيب هسيبكم برضو تحلوا التشوز ده، يلا من 1 لحد 5. عاوز الناس تقول لي نمبر 1، وقف الفيديو برضو وابتدي حل. طيب اتمنى ان انتوا تكونوا حليتوا. تعالوا نحل مع بعض. اول سؤال بيقول لي داينامو كويل او كويل اوف داينامو از ميد اب اوف، هل بيتعمل من الكبر ولا كربون ولا الالومنيوم؟ طبعا بيتعمل من الكبر. داينامو جنريت ايه؟ جنريت الكتريست طبعا، او الكتريكال انرجي فروم ميكانيكال انرجي. ممكن كتير منكم ما يكونش عارف ميكانيكال انرجي يعني. كلمة ميكانيكال انرجي يعني كاينيتيك انرجي، يبقى هو بيطلع الكتريك من الكاينيتيك. داينامو فيكسد ان ذا بايسكل تاتشينج ذا بايسكل، ايه؟ تاير، بيلمس الكاوتش بتاع العجلة. ذا اي سمول ماجنت موف فريلي اراوند فيكسد اكسس، دي الكومباس. الكومباس عبارة عن ماجنت، والماجنت ده طبعا الاسئلة دي انا عارف ان في منكم متلخبط فيها، ولكن انا جايبها علشان تتلخبط فيها، علشان لما جيلك تاني تعرفها. يبقى دينامو فيكسد ان بايسكل تاير والسمول لايت ماجنت موف فريلي اراوند فيكسد اكسس، ده الكومباس. اخر سؤال ده مهم جدا وسهل جدا، ذا اي از سبيس اراوند او سبيس اراوند سراوندينج ماجنت ان ويتش ماجنتيك فورس ابير، دي الماجنتيك فيلد. تعالوا ناخد اسئله تانيه. The magnetic force is most powerful at E at poles. الماجنت ده قوي جدا عند البولز. طيب يلا نحل ده. Like poles بيحصل لهم ايه؟ Repel. طيب وفي مجموعة من ال choose تانية عاوزكم ان انتوا تقعدوا تحلوها برضو، هتلاقوا ان انتوا مستمتعين جدا وانتوا بتحلوها، و هتحلوها بإذن الله بمنتهى البساطة. عندنا أسئلة الجيف ريزون. طبعا أنا يعني عارف أن أنتوا جيف ريزون بيسبب لكم مشكلة، ولكن ال 15 جيف ريزون دول مهمين جدا، أنا مش هقدر أن أنا أشيل منهم حاجة لأن هم أسئلة مهمة جدا. ولكن أهم سؤال فيهم اللي هو البريديشن وال أوتوتروفيك أورجانيزم because it can make its own food، والسؤال المد is heterogeneous سوليوشن المدولوتر، ده سؤال مهم جدا. وسؤال الميكتشر، ليه الحاجه دي ميكتشر ودي سام ماتيريال ار ماجنتيك بيكوز ذي اتراكتد تو ذا ماجنت، دي اسئله كلها مهمه. في اسئله ثانيه كتير منوعه، اتمنى ان يعني انا شرحتها قبل كده كتير في فيديوهات قبل كده، اتمنى ان انتوا تحاولوا تتفرجوا على الفيديوهين بتوع الفاينل ريفيجن وتحلوا البوكلت دي كلها وتتدربوا عليها كويس سؤال سؤال. واللي عنده سؤال او واقف قدامه حاجه يقدر يبعت لي على الواتساب، ماشي؟ انا رقمي على الواتساب اهو، اللي قدامكم ده رقمي على الواتساب، تقدروا ان انتوا تبعتولي في اي وقت، او لو عايزين البوكلت دي مجانيه من غير فلوس خالص، وتقدروا ان انتوا تاخدوها وتذاكروها براحتكم. فاتمنى الناس تشتغل ويكون عندها
حماس ان هم يجيبوا الفول مارك وانتوا كلكم شاطرين، وامتحان الساينس بيكون سهل جدا ومتكرر. لو عندكم امتحانات قديمة في الكتب الخارجية ممكن تشتغلوا منها وتحلوا امتحانات كتير، وان شاء الله كلكم هتجيبوا الفول مارك لان الامتحان بيكون سهل وبيكون مباشر جدا. اتمنى لكم كل التوفيق. كنت معاكم مستر احمد الباشا. باي باي.